جديد في زون ميكست ونستقبل مع بعضنا ضيفنا اليوم الاعلامي المنصف بن سعيد. سي المنصف شنو احوالك؟ ربي يفضلك، ربي يعيشك، مرحبا بك، ربي يبقيك، ربي يخليك، ربي يبقى عليك هذو الكل الى يوم الكل وتستحقهم. الله يخليك. هم تو باش يبداو يسبوا فيا من تورا. علاش؟ ان نتبع العباد اللي كل واحد نتبعه عنده كي حاجه يمتاز بها. خويا انا نمتاز بيك، تجي لهنا تبدا تفرق فيها على جماعه تفرق فيها جماعه شخايب وراهم هكا رئيس جامعه ورئيس درس شنو، وانت تبدا بك دم البارد مو سهل. ربي دم البارد صعيب برشا. نحب نحيي كل من قاعد يسمع فينا توا على موجات اكسبريس اف ام، ونحييو كيف كيف زملائنا في الديوان اللي ديوان يا ولادي يا اخوتي الكل، الديوان جدد وحتى زياده جماعات اي اف ام. اكيد اي اف ام راهي عائله كبيره. اي اف ام اي اف ام انا رجعت لي الروح مثلا. أنا كنت مش مبطل. صحيح. رفيق شوي. رفيق شوي. نحكي على هذا الكل بعد شوي. كنت مبطل. خلت طول في صلب الموضوع سي المنصف. أي تفضل خويا تفضل. خلينا نسألك أول سؤال سألتولي كي كلمتك، قلت لي مش كاميرا كاشية. مش كاميرا يذول يلعبوا لي لهنا. أي كاميرا كاشية، خاطر أنا تعديت عليا يذول لي ستة كاميرا كاشية من أصعب ما تعداوا في اللي كاميرا كاشية. وصدقني فما لولا احترام الزميل والزملاء اللي عملوا مجهود كبير باش عملوا الكاميرا كاشية. انا معناتها انا عندي شويه تونسيون وخوليت برشا تونسيون 15 يوم ما نحركش كرومتي. سا دوفيا ان بو ميشون معناتها شويه معناتها فما واللي خليني معناتها نبهت شويه انه بعد ما يكملوا الحصه هذيك الحلقه هذيك ما يقولكش معناتها اراك تا وانت كيفاش وصلت لكهربتك يعلم ربي كيفاش مشيت وخلطت لكهربتك لا سامحنا لا نجموا نعديوها ولا ما نعديوهاش وكان شيئا لم يكن. وهذايا فما كاميرا كاشي قلقتك؟ برشا قلقوني برشا برشا. كاميرا كاشي انا قلبي معبي على زين العابدين بن علي وما يجيبوا لي عم زين العابدين بن علي هذيك باش نرجع لك ايه؟ خليها لي من بعد خليه في دوسي واحد. كاميرا كاشي الو جد في في في, في, في انا في الديريكت مع عبد الرزاق ديمونش حنا بعد جابوا لي واحد باش على خاطر الترجي خسرت ولا شنو. قال لي عبد الرزاق راه مدير القناه قال الحاج بالكش مغشش اليوم خلي نعوضوه يعني عاوضوني شنو اللي يعوضوه واللي باش يعوضني مع كامل احتراماتي ليه معناتها هادي ما يعرفش معناها نجم رياضي الساحل اللي يعرف الترجي اللي يعرف قدام مش معقول تقف الحصه هذه الرياضه اليوم تبطل وليت واخو حذرك هاك في كل حاجه ماخذ حذري وساعه لساعه نقول جيتك بجاه ربي معناتها كاميرا كاشي ولا كاميرا كاشي. واحد عمل لي تليفون قال لي راه بابا توفى وراه وصاني خلي لي وصايا ياسين منصف وراه. قلت له تفضل. يحب هو عنده برودوي جديد يحب يعمل عليه بيبيسيتي. قلت له يا خويا راني ما نعملش. قال لي راه مدفوعه الاجر. قلت له ريزون دو بلوس ما نعملش حتى كي باش نعمل حاجه نعملها بلاش راهو نكلم فيك انا راني بسيط جدا في كلامي بسيط. قال لي بابا مازال كي ولا يبكي وانا عاد هو يبكي وانا اخوك حطيت الدوزيام وبديت نبيه وتكل عليه خاطر انا اكبر بكيف العالم راه ما يعرفونيش علاش ماكش باش تبكي اليوم ان شاء الله ان شاء الله ما تسنيش سويرني فيه ان شاء الله راني ما نحبش نقول انا ماذا بينا لا ماذا بينا لا وانا ماذا بيا لا والله العظيم والله العظيم والله العظيم كان جيت نتحكم في البكية نتاعي راني عملت برشا حاجات لاني فما حاجات ما نجمش نعملها في رينيونات ولا في كذا لاني انا نبكي فهمت نتحمس ونبكي. كاميرا كاشي قلت لك مشيت باش نعاون الوليد هذا وباش نعمل له شنو هزوني للدار خلوه قفار يا سيدي اذا بيا بين لحظه واخرى نلقى روحي نبيع في الدروغ وعندي العمله هذه صدموا عليا تقريبا سته بوليسي كلهم انسحبوا هكا برشا كم وجيت نعرش لهنا ولا وين زاد مع الاول كل صارت الدنيا والخوذه وكل شيء وصدموا على بلديه ولايه نابل وحاجزين السيد الوالي وروني تصور عندي تو في التلفزه تصوروا فيك في تصور كي تدخل بعضك مشاش البالي هما تصور هذوك متعديو قبل وقت صارت المشكله في باردو هاك الصور والناس تزحف والطنقوات والدنيا وباش يقتلوا وش يجي المجرم الكبير يقول انا متفاهم كان مع الحاج. باهي خلينا ندخل شويه في الحوار نتاعنا حاج. تفضل. دونك تجربه جديده ليك في الديوان فهم قاعد بعد شويه على البرامج الرياضيه. تجربه مش جديده تتجدد. انا جديده قديمه. بون المنصه تبدلت. منصه حلوه ياسر. العباد هما بيدهم. اما المسؤولين هما جدد وتبارك الله عليهم ما نعرفهمش راهم مازلنا ما نعرفوش بعضنا برشا. اما تعرف الميركاتو هو القاعه هذايا ميركاتو كبير ياسر وكان رئيس العصابه رئيس الميركاتو
هو الناصر البدوي. الناصر هو الناصر البدوي. راه شوف قد ما نحكي على الناصر راهي ما كانتش عند تربتني به حتى علاقه ناصر. كان نعرفه ولد جمعيتي كان يلعب في الترجي وكل شيء، لكن وقت اللي قربت الناصر وتعرف الرجوليه نتاع ناصر ما عندكش فكره. صحيح رجوليه راهي ما نجمش نوصفها. نسلموا عليه برشا، هو رفيق. تحياتنا رسول. شكون رفيق هذا تحكي عليه؟ رفيق مش هو زعيم العصابه رفيق بوشنيق؟ لا لا، رفيق الدلول. رفيق الدبدور. تحيه ليه. باهي خلينا نرجع فيك شويه بالذاكره حاج. تفضل. العوامل تالي. تفضل. احكي لنا كيفاش بدات حكايتك مع الاعلام. مع الاعلام بالضبط بالضبط. كيفاش دخلت؟ دوم ما بديت. دوم ما بديت. دوم ما بديت على اثر صحفي رياضي تطاول على الوالد. مانيش نقول لك اسمه، راه مانيش نذكر اسماء، لان ما نحبش نذكر اسماء. توفاو. لا توفى هو. هو خويا. الله يرحمه. هو. الله يرحمه. هو علاش تقول تطاول؟ بالكش تطاول لانه بالكش كتب مقال نقدي ما عجبكش. لا مقال غلط. مقال غلط. هو نقد الوالد ودخل فيه بلهجه سريعه شويه. بحري بن سعيد الحكم السابق. بحري بن سعيد على اثر مقاوله جمعت الترجي الرياضي التونسي بالنادي الافريقي. فيها كان تعادل، يقول لي كان تعادل، لكن هو قال البحري بن سعيد اعطاه ضربه جزاء للترجي وما حقوش كل شيء. انا ذكرته بالقانون. وانت غاضك الوالد ولا غاضتك الترجي اكثر؟ الحقيقه. والله خذتني الترجي اكثر. الحقيقه خذتني الترجي اكثر. لكن ثم قانون، القانون يربط الكره راهي قانون، كل شيء فيه قانون. كان القانون وقت المقتار في الاف ا بورد اللي هما يعملوا القوانين تابع الفيفا يقول لك معناتها كيف فما تعطيه افونتاج الجوار وما يصغلش هو الافونتاج هذاك تزفر له كيما تو يروح فيها. اما فيها وقت، فيها شروط. مش عندي شروط. انا نحكي معاك حكم درجه ثانيه راه واضح. ما لقيت عند عبد القادر خويا. مش تعديت. اي عبد القادر خويا كان مش تعديت ومشيت وتشاتت. فما شروط. هو مازال في الاكسيون ويطيح طاح. تحيه ليه سي عبد القادر. قدور قدور الباهي قدور الغالي. قدور فين يمشي راه يهز بطوله راه. صحيح. قبل ما يولي يقري في الحكام قدور في الترجي، كانت الترجي في الباسكيت ما هكاك متوسط. جاه قدور ولات كوب شامبيون. وانت رانيو في وقتها في التيران اللي نتاع مكتوب باسم الوالد مراكب البحري بن سعيد في العمران. هذاك زاد كمل بفضل. شنو نكمل وين بديت به؟ كتب هو اخي انا هكاك معناتها خديت كتبت ارد يا ودي نهار الخميس في جريده هي ولات في جريده الخدام اللي هي ولات في بعد جريده الشعب. فهمت؟ ودي تخرج لي مونشيت. ما تعلمت مونشيت بعداش تعلمت معناها شنو هي مونشيت وشنو هي كذا. بالبنط العريف المنصب بن سعيد يبرر موقف والده. يا حليلي. عجبتني. عندي صاحبي الله يرحمه ونعمه تو سمعت به توفى حمد محجوب الله يرحمه اللي كان ولد حومتي. يجي خال البطل الكبير في المصارعه لا حول ولا قوه الا بالله. بوز هذا كان بطل افريقيا وبطل العالم العربي وبطل الناس كل. حمادي حشيشه ولد حشيشه. هذا يجي خالهم احمد جايب لي جريده. انا ما في باليش انا نقرا انترن في خزندار. كريت هذيك قلت له شنو هي جريده يا ودي؟ برا البابا يعطيك جيب 100 غدوه جيب 100 جيب فرقها على الناس. فهمتني؟ من هنا بديت. من هنا تكونت كي علاقه. كان سي عبد المجيد مسليتي وقتها هو اللي لاهي الله يرحمه وينعمه زاده. الله يرحمه وتحيه لولده كريم. صحيح كريم يا باهي. نعرف يا كريم ماما باهي تقعد معايا انا ديما باهي. باهي كريم باهي. كروما باهي وحلو وبنين وكل شيء. تحيه ليك. خدام خدام تبارك الله عليه. انتنوش معاهم وليت انتنوش راهو ورد باله تقول اه لا هذا نحكي لك راهو 66 67 66 67. ثم الانطلاقه الحقيقيه كانت من لندرا. كيفاش من لندرا؟ زاد تجرأت وكتبت حاجه وبعثتها للصباح اللي هي فيها وقتها احسن وحسين عطيه الله يرحمه من عمره. الصباح اللي وقتها معناتها اسم كبير برشا مشكل وجريده مش كيما تو اليوم تهمش شويه الجرائد كبيره كل شيء. بعثت لهم رساله من لندن. رساله لندن يكتبها المنصب بن سعيد. رساله لندن الرياضيه يكتبها المنصب بن سعيد. صفحه كامله كانت نهار السبت صفحه كالفورمال كبيره. بديت تراسل فيهم من وقت ما نعرفش انا. قالوا لي ودي كبشوا فيا الاولاد. قالوا لي خويا عندك صفحه تقريبا في المره الرابعه ولا الخامسه بديت لهنا داروا عليهم. قالوا لهم لا ماكمش قاعدين تقولوا في الحقيقه راني شادد روحي باش ما نقولش كلمات خاطر مسموح لنا عندنا غاديك نقولوا هنا ربما لا ما عليناش.
رفيق تبارك الله عليه حللنا اللعب. اي شنو كلمات تقولوا كلام كل شيء؟ لا اي كلام معناتها نقول لك يكذبوا كذبه كي يكذبوا لا المهم تقولش كلام زايد وكان يتعدى. لا عاد في العمر هذايا لا كل شيء يتعدى. شنو تربت فيا خاطر انا ولد جبل الاحمر وفي العمران لعل نقول كلام زايد. حومتك جبل الاحمر وعمران؟ عطني نحكي لك. خاطر انت انا نقول جبل الاحمر. انت الناس الكل من حتى السؤالات اللي جاوك على صفحتنا يقولوا الحوم الكل حوم. عطني نفسر لك عليه. الحومه هذه يقول حومتي. الحومة هذه يقول فسر لك علاش فسر لك علاش ما تخلي نكملوا في الواحد ولا في ال حسين ولات عندي باجه قالوا لا انتم مش صحيح تكذبوا مش صحيح سامحوني بالكلمه ما عندكمش مراسل ولا وقت طلبوا مية الاولاد ولا يخرجوا لي تصوير تبعث لهم تصويره شوفولون هكا وانا شعري معكرش حلوه يا تقول جيمي هندريكس يا حسن حسيلو دونك انا عملت اسم في تونس قبل ما نجي لتونس. اي. تصويرتي تخرج كل نهار سبت قبل ما نجي لتونس. وانت ما كانتش عندك النيه قبل تخدم في الاعلام؟ كانت عندي نيه مبيته واني نكون محامي نخدم في الاعلام. علاش ما قضيتش مثلا مشيتش قضيتش اعلام مثلا؟ راح شكون قال؟ ماكش ولد معهد الصحافه. معهد الصحافه اخر. انا متخرج. معهد الصحافه معهد الصحافه وحيد في تونس. صحيح ما عليك انا قريتش في تونس. قريت الورق. انا قريت في انجلترا. قريت صحافه في انجلترا لا اون باراليل في انجلترا راهو عندك الوقت الكافي اذا انت ماشي باش تقرا على روحك انا عملت دروا انترناسيونال ايكونومي انترناسيونال استوار انترناسيونال اونجلي هذوما لي كاتر سيرتيف ما شاء الله يعطيوك ديبلوم اسمه ديبلوما ان انترناسيونال افيرز لي زافير انترناسيونال لكن فما متسع من الوقت من جمله الحاجات اللي عملتها في متسع من الوقت واني كنت انا زاد طالب في لندن سكول اوف جورناليزم وهذا اللي نقول لك عليه قاعد سامحني راهو الكل موثق بدبلومات يبدلوا بكل شيء ودبلومات بالكولور مرجلين مش فوتوكوبي اكيد بي سي المنصف هذا الكل مهم جدا تجربة في الصباح كيف كيف قلت لي جيت الخدام قبل لكن ظهر لي اهم تجربه تبقى بالمكشوف ظهر لي شعبيه كبيره خذيتها وقتها بالمكشوف لكن قبل بالمكشوف بيلادي اهم تجربه اللي عرفتك للعباد جريده بيلادي بالحق مش بالمكشوف لا 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 جريده بيلادي انا كنت رئيس تحرير راهو بكل تواضع من حبس تو الناس يقولوا انا كنت في جريده ربما الاولى في تونس فيها زوز رؤساء تحرير رئيس تحرير بيلادي سي عبد سي المحروق سي المحروق ان شاء الله كان حي ان شاء الله ربي يطول في عمره كان توفى ربي يرحمه كان هو رئيس تحرير بارتي بلادي 16 صفحة بارتي بطل بلادي الرياضة في بلادي مثلا 16 صفحة رئيس تحرير تونك يخرج المدير العام ودر شنو عبد الحق شريط تحياتي عبد الحق كان تسمع فينا وبعديش رئيس تحرير بلادي سي المحروق رئيس تحرير بطل بلادي موسى بن سعيد دونك انا كي جيت من انجلترا خدمت في عملنا كانت عندنا جريدة بطل انا وطاهر سيسي وحسن وحسين عطية الله يرحمهم عبد الستار الجويني طرحه كانت اسامي كبيرة اسامي كبيرة في الرياضة بعداش كي اللي هكا المنصف مؤذن الله يرحمه زاد مشاكل مادية مالية معناتها مشينا الحملة مع بلادي ولات بارتي بلادي وبارتي بطل بلادي جاو نعاون نقول لك بلادي كانت فيها 32 صفحة 16 صفحة وقت توصل باسيز تلقى بطل بلادي اشراف المنصف بن سعيد واضح فيها تصويرتي واضح اذا تخرج تصويرتك 8 سنين ولا 9 سنين مهم جدا حتى لم يعرفكش ولا يعرف اكيد صحيح ثم التجربه التلفزيونيه الكبيره اللي قبل التجربه التلفزيونيه الكبيره هي لحد الرياضي مع الله يرحمه ويرحمه ويرحمه هو محمد المد محمد المد كان يجيوني زملاء كيما سيادتك هكا كل شيء يقولوا لي راه محمد نقول لهم ما نجمش تو ماني ثينكس ات وانس معايا انا لا حاجه برك شي يقولوا لك يحب عليك راهو سي محمد يحب عليك راهو كذا راهو نقول لهم ما نجمش انا ليه رئيس تحرير جريد بلادي سبت واحد نخدم صحافي عاد كبرت عليها ولا لا 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 ما نحبش التلفزه لا ما عندكش وقت انا ما نحبش نكذب نمشي شنو هكاك نحب اما قد حاجه تقدها على قاعده ولا لا فهمتني بديت بعدين كي سكرت بلادي على علم بربي اللي قاعدين يسمعوا فينا واني جريد بلادي راهي كانت جريده حزبيه تابعه كلاكسيون والعمل وقوس قزح ولا شنو هذاك وديالوج وكل شيء وبلادي يعني جريده نتاع الحزب وقفت ثلاثه مرات يوقفوا الجريده ثلاثه مرات منهم مره وقت عبد الحق شريط صارت الاتفاقيه بين مصر والكيان الصهيوني قال اعدموا الخيانه مونشيت في اللاين اعدموا الخيانه
وقت قال بورقيبه ما يقول الكلمه ذي كان انا الله يرحمه ينعم الزعيم، وسكرت الجريده، سكرت الجريده وجاو مديرين اخرين ورجع عبد الحق شريط وبعدش عاود تسكرت كيف مشيت لحد الرياضي؟ لحد الرياضي كي سكرت الجريده مره واحده مشيت مستعد وقتها طاهر سيسي طاهر بن عمر ربي فضله تورى رجع راه من برا كان برا كان في البين سبور طاهر بن عمر قال لي يا خويا قال لي سي محمد هاي وقف الطاو قلت كي وقفت الجريده دونك واحد حاجه برك نعمل نخدم معك ودخلت لل خدمت صحافي ميداني نتفكر خدمت صحافي ميداني كيما الترجي روما خدمت انت ظهر لي تونس وهولندا نتفكر ظهر لي كنت نعمل الانيماسيون من الترجي نرجعوا على بعدين هذيك لكن انا كي دخلت للتلفزه تسمى جديد لكن عملت حاجات لن تنمحي مثلا اهم حاجه شنو؟ القنطره بتاع بنزرت حتى حد ما تكلم عليها وقت اللي انا مشيت للبنزرت وريت المقابله طبعا المقابله هامه جدا طبعا واحد واحد تبع في الاكسبيرونس انت واحد 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 صحيح هاو طبعا جايين نتحمس معاك اكثر البنزرتيه الكل يحبوني عندي شابيت كامل لما على لما, لما لما ترفع قنطره بنزرت حذاري اش معناها فما ناس ما تردش بالها ساعه ساعه تبدا انت ماشي البنزرت وراه القنطره تتهز معناتها علامه حاجه كيما نقولوا ان بوان نوار تقعد تستنى شويه ربع ساعه كل مرة ردوا بالكم يلزمكم ديما تمشيو تاخذوا احتياطاتكم قبل ما ترفعوا القنطره فهمت الحاجه الثانيه شكون جاب البلارج في تونس شكون نحكي على البلارج حذاري ثم حذاري لما يمر برنامج البلارج ملعب الكميتي الناس نحكي على الكميتي اول واللي يقول لك عكس هذه راه مو صحيح اول لاعب محترف تونسي هو وجمع الكميتي الله يرحمه فرنسا عبي فرنسا ورجع لتونس لعب في سياقس ورجع لتونس مش مارسي لا سلعب اخري كيف بلعب فيها كولمار كولمار داير هو مدفون غادي وحبوا يرجعوا رفاته كولمار قالوا هذا جزء لا يتجزأ من مدينة كولمار احكي لي عاد شهد بالمكشوف كيف جيت جيت بالمكشوف انا في الشركة بتاعي وعندي واحد من اصدقائي كلنا صحاب سامحني قص عليك عندي لك خبر به اثنين بواحد وان شاء الله ما يتغشوش علينا جماهير السياب اثنين بواحد تترجي قدام السياب يا ولدي بتخلي دي زر طول تو سخاله طلعت ما تقولنيش ايه برك لا لا ما نقولش لا لا انت بنزرت شوف انا نحبها بنزرت انا نحبها رغم جمعيه الكل نقول لك بصراحه ترجي حاجه اخرى خليها لي بعد عندي بعد عندي شابيت كامل على الترجي باش نجيك وين وصلنا احنا تو وصلنا بالمكشوف كيفاش كان الدخول معد البرنامج معد البرنامج شهاب الرويسي ربي عليك محليك كان بربي كان يصعب علي اسم من نعني شهاب الرويسي جاني الذاكره تبدا موجوده ورك جاني الوقت للشركه تحياتي يا شهاب لا 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 يكذب عليك يقول لك الحازم ما يحبكش راهو يكذب عليك كان قال تسمع فيا تحياتي الكبيره تحياتي الكبيره امشي معايا بتنفعني تقول اللي تحب عليه خاطر جايك شهاب الرويسي قال لي حاج راهو عندي هكا في مخي في فكره كذا وكذا اش قولك اش نحكيوها اسم قلت اخويا انت واش مدخلني السلفيه وانا كنت الحق بكل تواضع كنت في العناوين مميز نعمل عنوان مثلا توا تونس كي بحنا مصر سمعت الصحافه المكتوبه الكل صحيح لا لا مش كل لا العناوين المميزه فما البعض شنو يقول الكل سوف عدين قد قدم ترى شوف سوف عدين مش كيف كيف صحيح قلت له هو نسميوها هذه بالمكشوف قال لي ستوب كيما صار في حاجه اخرى تو كي باش نحكيوها على الترجي قال لي خارق العاده مشينا مجموعة مشينا مجموعة وبدينا راو ما نعرفش تعرف هذا ولا لا ولا لازم نشد روحي شوية معنا حبوب الله يرحمه والله حبوب الله يرحمه ونعمه عامل حبيب هميم ولولا حبوب لما كانت راو بالمكشوف نقول لك كيف قلت انت علاش مدخلوا حبوب حبوب هو اللي كان يعطينا الصور لان كنا احنا ما نصوروش حبيب كان هو اللي يصورنا بتصور صحيح. فيكس صحيح حبيب كان منعنا مش نقول لك وكان زاد عنده قيمتك عنده كذا حبيب بيان سور ليكيب الكل تعرفها ما نعرفش تعرفهم ولا لا عاد مشيت بن اسماعيل قال لي عاد مشيت جاي وقت اللي الله يرحمه نعم هذاك عاد خويا ما عادش بدي مع عبد المجيد على خاطر انت بلوكا راه مره واحده باهي المهم ما تبكيناش اليوم يا ودي انا شادد روحي توقعت انت تبربش فيا وانا شادد روحي يعلم ربي باهي كمل لي كانت تجربه خارقه العاده اللي خلاها تكون خارقه العاده اولا المعد ثانيا مقدم البرنامج هاكو بعيد مش بيقولوش كل الاهم الاهم في هذا الكل هو مدير القناه لا مدير القناه ما مش انا راني نقول لك الصحيح ونعطيك الصحيح خلي نطبق اللي هو اذا كان مدير القناة العربي نصر اللي هو طردني راه اذا كان مدير القناه هو الاهم راهو اللي جاهم بعد الثنائي هذا شهاب الرويسي
ومعظم الغربيه كان لهم نفس النجاح، هو ليه ما كان لهمش نفس النجاح هكا ولا ما معناه ما خاطر مدير القناه بعد عاد بونيت المدير القناه ما عادش هو اللي يباشر، ما عادش هو مرض سي العربي نصر ان شاء الله ربي يشفيه. راهو سي العربي نصر طردنا في بالي باش نجيك باش نجيك اصبر عليه ربي يشفيه ويبقى الستر عليه. سي العربي نصر ومندراك سي العربي نصر وقت اللي انت تقول حاجه ويعرضنا هو هكا احنا خارجين نبداو ونقول له شنو سي العربي اش قال تحكيه فارغه. اذا مول المول انت تخايب روحك فتحت افريقيا ويقول لك شيء ما عملت هذا يبعث فيك روح اخرى وحاجه اخرى. بيان سور مع الناس كانت دمادم تخدم على رواحها وكانوا معانا شباب، الشباب اللي جاوا كانت السته ولا سبعه اللي توا مازالوا موجودين يخدموا في الحنبان اللي هما اللي كانوا كاميكاز انا نسميهم كاميكاز. ما راهم يدخلوا وصاروا للاستاد يا ودي يجيب لك انترفيو ويجيب لك تصاور ويجيب لك الدنيا كل هو ما يدخلش للاستاد. باش نحكيو بعد مازال باش نحكيو على تجربة المكشوف فقط فاصل اشهري قصير وبعد راجعين مع الحاج المنصف بن سعيد.